السلام عليكم ومرحبتي بكم وسهلا بعد التبريمة، بعد فيديو التبريمة وفيديو ماسك القنبلة. هذا تطرقنا لهم كاملين الفيديو هاسنا السابقة. ضريك لهي نتطرقوا الماسك القدمين العجيب اللي يخلي قدميك كيف البيبي، كيف قدمين الأطفال، نعومة ورطوبة وملمس ناعم بدون تشققات ولا مشاكل جفاف البشرة وبياض ناصع وبشرة موحدة. وأني بكم لهي نطرقوا المكونات وخلوكم معنا، واللي عجبوا الفيديو يضع زر لايك ويشترك في القناة. ومرحبا بكم السهلة ونورتوني ونارني وجودكم. وأني بكم لهي نبدأ بمكونات ماسك القدمين. هذا هما المكونات. أول شيء كريم جليتوريد وفازلين الحامض، ثنتين منها، والعكر الفاسي، وكريم الحلاقة ديربي، وديكاباج رقم 9، وعكر 24 ساعة، وشيرلي. أنا أيدي مزال فيها تبريمة اللي درنا النوبة الفايتة في الفيديو اللي قبل هذا. أول سهل نبدأ في خلط المكونات. أول شيء اللي نبدأ به هو كريم جليسيرين. خوينا علبة كريم جليسيرين، ثاني مكون الفازلين، فازلين الحامض. نديروا العلبة الثانية. كريم الحلاقة تقدروا تستعملوا أي كريم متوفر عندكم، احنا استعملنا هذا ديربي. هذا هو
راح نديرو شيرلي فسها بهذه الطريقة باش تجانس مع الخليط. راح نديرو عكر 24 ساعة نفس طريقة شيرلي. تعكز الحمص حيدي عكست كاع حامضين مولا انا ما بغى كاع يطلع راه نستعملو عكر فاسي قدر نصف ملعقة صغيرة من العكر الفاسي وديكاباج رقم 9 ثلاث ملاعق صغيرة من ديكاباج رقم 9 راح نخلط المكونات خلطي لين يتجانسوا المكونات كاملة يخلطوا العكر وشيرلي داك الخليط كامل يتخلط هذا هو الخليط هذه هي النتيجه النهائيه تدهنوا به كراعيكم تستعملوا بلاستيكه ديروا عليها تقشره هذا هو النتيجه النهائيه وتوه داوموا عليه ودور يعطيكم نتيجه زينه ان شاء الله يصقى الكرعين ويرطبهم ويحيي تشققات الاقدام خلي القدمين كيف قدمين الاطفال